يعطيكم العافية، كيف الشباب اليوم؟ بالفيديو حنحكي اليوم عن الطريقة الصحيحة لننظف أغراض البحر لما نرجع من مشوار الصيد، خصوصا القصبة، قصبة الصيد وبكرة الصيد. هذا الفيديو أنا عم ساويه كرمال شفت كتير ناس عم بتنظف البكرة بطريقة خاطئة، وهذا الشي بخليها أنها تنتزع وتنزعله من مشوار الصيد طبعاً. شفت ناس بتحمل البكرة وبتغطسها بجات مي أو بسطل مي، شفت ناس بتحطها تحت الحنفية، يعني شي عن جد بيوجع القلب. خلونا ما نتأخر، بليز احضروا الفيديو للآخر. كمان بدي منكم تعملوا سبسكرايب وتكبسوا على زر الجرس ليوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله عندي على التشانل. خلونا ما نضيع كتير وقت، بروف فيشينج، خلونا نفوت بالموضوع. يعني هيدي الانجل ان شاء الله تكون واضحه لكم، شايفين كيف بدي افرق الحلقات بهالشكل. بدنا نكون عم نفرق الحلقات من كل الميلات، اهم شيء من جوا، حتى ما نخلي الملح يعمل صدأ. شايفين زيت الطريقه هون كمان، هم نشيل حلقة من جوا ما يكون عليها ملح حتى تضلها منيحة. وهيك بهالطريقة. هلا جبنا شقفة نظيفة، هنبلش نشيل المي بشكل أول شيء بهالطريقة. لأوضح لكم، أهم شيء عندي الحلقات ما يكون عليهم مي. شايفين كيف؟ فوت كرمال السيراميك ينضف، وإذا في نتفة ملح ما راحوا بالتحلية بيروحوا على الشقفة، بس المفروض راح كل شيء. شايفين؟ القصبة لازم بعد كل مشوار تتحلى، ينشال عنا الملح. هلا في كتير طرق لتحلية القصبة، في ناس بتغطسها ببرميل مي، بس أنا بستعمل هاي الطريقة. هون هنحاول نسكر هيك حتى نوصل لهول. هيدي نرجعها جوا ورا. الموديلات القصاب كتيرة، نحن الفكرة انه نوصل لكل المناطق الموجودة لنشيل الملح، عشان الملح هو عدوة للقصبة، بينزع البلاستيك وبينزع الحلقات. عشان هيك نحن عملنا هذا الفيديو للكل يستفيد ويت. وفي كتير ناس بتعرف هالشي، في ناس صيادين مبتدئين ما بيعرفوه، عشان هيك نحن هيك بنكون خلصنا تنشيف القصبة. فينا نحطها بمحل، أنا بحطها على البلكون على البرندا، خليها تنشف بس مش بوش الشمس وبرجع. هلأ هنشرح كيف نحلي المكنة من بعد ما نكون رجعنا من الصيد. أول شي هيدي المكنة نحنا طبعا بدنا نسكر الدراج تبعها بهالشكل، بدنا نسكره على الأخير، سكر حتى ما يفوت مي من هون. المغايطة حنخليها حتى ما الخيط يصير يطلع من المكنة. هلا انا شفت كتير ناس بس لما ترجع من البحر بيرجع بفك المكنة عن القصبة، بيحمل المكنة وبسقطها بسطل مي او بجاط مي. هيدا شي كتير غلط، وانا ما بنصح بهالطريقة ابدا، عشان هون جوات المكنة في كتير اجزاء ما كلها مصنوعة من ألمنيوم او ما كلها مصنوعة من تيتانيوم، فممكن يتصدي الاجزاء الجوانية. هلا بنفرجيكم اياهم لهول الاجزاء. فعشان هيك بليز ما بدي منكم بس لما نرجع، اوكي القصبة ماشي الحال فهمنا نرجع مننشفها، بس هون في كتير اجزاء متحركة، في كتير ميكانيكال بارتس جواتها، فبليز ما حدا يحمل المكنة ويغطسها بالماء حتى نحافظ عليها. هلا حنفرجيكم الطريقة كيف الصحيحة.
هي جدا بسيطة وفعالة. هي طبعا انا هيدي معبى فيها مي، هيدي طصاصة سبيرتو او حيلا طصاصة عادية بنلاقيها عنا بالبيت، ما بدنا نعمل دعاية لحدا، طصاصة سبيرتو عادية فينا نعبيها مي، وبهالشكل بهالشكل وعلى الخيط. ما بعرف اذا واضح لكم، فينا نرش مي هيك، بنكون كمية المي اللي رشيناها بسيطة، حافظنا على المي، وبنكون بذات الوقت وصلنا للمحلات. عشان مثل ما شايفين لما عم برش انا، لما عم برش عم يطلع كمية بسيطة، بس الكثافة تاعت المي الرذاذ عم يجي عم يوصل لكل المحلات وهلا ببساطة بنشفها. بحال الله منشفة، انا هون عندي منشفة تانية صغيرة غير لون، عندي منشفة تانية نشفها. طبعا في يزيد كمية المي قد ما بلاقي انا مناسب، وين بكون عندي ملح وين ما بكون عندي ملح. اوكي، وفي ابرم شوي البكرة، حتى مثل ما شايفين كل ما نبرم كل ما عم تطلع البكرة في اوصل لمساحات اكتر جواتها بهالطريقة. دايما بخلي بكرتي بهذا الاتجاه انا عم بشتغل فيها، حتى اذا في شوية مي ينزلوا لتحت ما يفوتوا. ما بفضل ابدا ان الواحد يشتغل بمكنة هيك، حتى اي مي بفوت لجوا، ونحن عدونا انه يفوت المي لجوات المكنة. هيك بهالطريقة بنكون حليناها للمكنة، فينا نبرم الاسوارة نفوت على محلات يلي ما كنا قادرين نطالها. ومثل ما نكون شايفين تقريبا خلصنا، بدها دقيقة دقيقة ونص. هلا حارجع انا بس لما اخلص بدي اعمل الدراج على النص حتى ما ينتزع على الصورة. ما بفضل انكم تضلكم دايما شادين. وهيدا هلا حفرجيكم جوا شو فيه، حنفرجيكم جوا شو فيه من بعد ما ابرم وشيله لهيدا. شايفين هيدي اول وحده طب شلناها. هلا هون بدي احاول شيلها بشكل جالس بهالطريقة، شايفين نحنا عدونا انه يوصل المي لجوا، ما بدنا نوصل المي لجوا. في كتير ناس هون بتزيت بتحط زيت، انا بفضل نستعمل كل مكنة بيجي معها قنينة زيت صغيرة نستعملها، اللي اذا حسينا انه المكنة بحاجة. وبدي منكم بس ما تكون المكنة هيك ما تبرموا. اوكي، في هون بشقفة ناشفة او بالمنشفة بهالطريقة، شايفين هون الظاهر انه في شوية ملح في هون. هلا بهالطريقة هلا مش حطص على البكرة، ما بدي طص هون ابدا، انا بهالطريقة بدي طص على المنشفة. يا هاي يا هاي الصغيرة طرف المنشفة حطص مي، احاول امسحها بهالشكل، احاول امسحها بهالشكل مثل ما انكم شايفين لشيل الملح عنها. مثل ما قلنا اكبر عدو للبكرة هو انه يدخل على اجزاء مي. ليش يدخل على اجزاء مي؟ اذا دخل على اجزاء المي مثل ما انكم شايفين هون، هون في مثل شحم، ما بعرف اذا مبين عليكم على الكام، بس انا حفرجيكم نكزي. هون شايفين ايدي كيف صارت سوداء، في شحم بحري حتى ما يكون في فريكشن او احتكاك بين اجزاء المكنة. هلا حارجع اركب بهالطريقة، حارجع اركب. هي لها فرزة مثل ما انكم شايفين، ارجع اركب هيك، حشد دراجي ما حشده على الاخر، ما حسكره على الاخر مثل ما قلنا.
خليه على النص. بهالبساطة بنكون حلينا المكنة، شلنا عنا الملح وحافظنا عليها. وبالمناسبة هيدي المكنة صار لها عندي تقريبا من سنة الألفين و 2007، يمكن 2008 اذا مني غلطان. ورايكو حالتها هلا؟ اوكي فيها كم جرح، ما بقلكن لا، بس انه حالتها كتير مقبولة وبعدها كتير فعالة، وعم تشتغل تقريبا فوق 90% البرفورمنس تبعها، ولا مرة عملت لي مشكلة. هاي طريقة كتير انا مجربها وملاقيها كتير منيحة. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله دايما نضلنا نقدم لكم اشياء وافكار حتى نحافظ على المكنه، عشان ما في اصعب من انك تكون بالبحر وتقطعك المكنه او تعلق او تعض، تنزعلك كل مشوارك. يعطيكم الف عافيه.